مو صعر طقس معتدل عم بيسيطر على اجواءنا، ولبكره جونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحراره اللي رح تتسجل على الشكل التالي. نبدا جولتنا مع كار و29 درجه ايضا بطرابلس بالعاصمه بيروت وبصور. ننتقل الى بعلبك مع 32 درجه، 21 باللقلوق، 31 بزحله و27 بجزين. نسبه الرطوبه عم تسجل اقصاها على السواحل 70%، رياح اتجاهها جنوبي غربي وعم بتسجل سرعتها 35 كيلومتر بالساعه، وحال البحر فهادي. كيف رح بكفي طقسنا للايام اللي جايه؟ اذا لبكره جونا قليل الغيوم الى غائم جزئيا، ودرجات الحراره عم تسجل 29 درجه، كذلك الامر بالنسبه للخميس، واعتبارا من نهار الجمعه بتنخفض درجات الحراره ل 28 درجه، ايضا لنهار السبت وجونا صافي قليل الغيوم الى غائم جزئيا. هون نوصل لختام نشرتنا، لقونا بكره بنشره جديده، تصبحوا على الف خير.